السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الرابع، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعافية. في حصة التربية الإسلامية لهذا اليوم سنأخذ درس بعنوان البيئة في الإسلام. لنبدأ به إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. خلق الله تعالى الكون في أجمل صورة وسخره لخدمة الإنسان ونهاه عن الإضرار به. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والبيئة جزء من هذا الكون، أمرنا الله تعالى بالحفاظ عليها. فما البيئة وكيف نحافظ عليها؟ ما هي البيئة يا رابع؟ هي كل شيء يحيط بالإنسان كالماء والهواء والتراب. طيب، من مظاهر عناية الإسلام بالبيئة المحافظة على الماء. كيف نحافظ على الماء؟ أو ما هي الماء؟ هي مصدر الحياة. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. من وصايا الإسلام في المحافظة على الماء عدم تلويثه وعدم الإسراف فيه. طيب، محافظة على الهواء، الهواء نعمة من الله تعالى وهو من أسباب بقاء الكائنات الحية ومن طرق المحافظة عليه عدم تلويثه بدخان المصانع والسيارات وغيرها وعدم التدخين. المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية، هذه ثالثا، اعتنى الإسلام بهاتين الثروتين عناية كبيرة وأمر بالحفاظ عليهما، فقد حث على الاعتناء بالحيوانات وعدم إيذائها أو صيدها لأجل العبث والتسلية، وحث الإسلام على الزراعة ونهى عن قطع الأشجار. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليفعل. رابعاً، المحافظة على المرافق العامة. المسلم يعتني بنظافة المساجد والحدائق العامة والطريق والمتنزه والمدرسة وأماكن التسوق. جعل الإسلام إزالة الأذى عن الطريق صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. خامساً، المحافظة على النظافة الشخصية. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آداب كثيرة تتعلق بالنظافة، منها تنظيف الأسنان يومياً وقص الأظافر ونظافة الثياب وقص الشعر وتمشيطه واستخدام العطور وغسل اليدين قبل تناول الطعام والاغتسال يوم الجمعة وعدم الشرب من الأفواه. في هذا الحديث الشريف أتعلم أن أحرص على أيضاً على نظافة بدني وأسناني، وأغرس الأشجار وأنظف مقعدي وصفي وأزيل كل ما يسبب الأذى للآخرين.